اهلين مرحبا طيب. نتعرف على اسمك؟ اهلين سعاد. ايه بدي اسالك حجي، هل هو احسن من ايام هاي ولا ايام زمان؟ زمان احسن. ليش يا حجي؟ من اي ناحيه؟ ليش؟ كل اشي. ليش يعني؟ كيف بكيت تسرحوا اسهل من هيك ولا كيف؟ كنا نسرح اسهل من ايش؟ نقدر مبسوطين وماشيين وشابين. وين تسرحوا يا حجي؟ نسرح على الزيتون، على التعمير، وين ماشي؟ وين؟ على اي جهه؟ تلابير حارس. تلابير بكى زمان تلابير حارس اسهل من اليوم ولا كيف؟ والله اسهل من اليوم. كيف يعني؟ اسهل من الولد محظوظ. بكى اتصل السياره يعني لغايه؟ بكى اتصل وقدام ياخذ طلبه. حتى شباب اليوم انا احسن، شباب اليوم ولا شباب زمان؟ زي اليوم يعني بتدللوا بيسرحوا شو ليش؟ بيسرحوا شو بدهم يدوروا في الشوارع. اولادك بكوا يسرحوا معك؟ والله بكوا يسرحوا قبل المدرسه ويروحوا الشارع. هاي العيش يعني العيش زمان بتضل احسن من اليوم. الله يسامحك ويوم معي قبل الرمضان. شو بكيت تاخذ اولادك جماعتك من صغار؟ يسرحوا ويسرحوا في المهد والله تنزل من اطباء اروح تهتم به. طيب حجي انو احسن عرس اليوم ولا عرس زمان؟ والله عرس زمان احسن، بكت الدم تطلع للصفرا. والله وبكى يعني انت تشل العالم وها كل الناس يسهدوا ويغنوا والنسوان وراهم. يعني طيب ماشي، بس يا حج يا حج بكذا ما يكون هنيه زي اليوم، ليش اليوم هيك؟ حدا بحب حدا، واحد بحب حاله. يعني اليوم بصير عرس عزا ولا حدا بيروح عزا ولا شيء، ليش هيك الايام؟ نسوان بروحهم.